تتميز مدينة سانيا الصينية الواقعة عند دائرة عرض 18 درجة شمالا بأشجار جوز الهند وبشواطئها المنعشة وشمسها الساطعة. يزرع خبراء الزراعة بذور الأرز الهجين عالية الإنتاج للعالم كله في هذا السهل الرسوبي الخصب. تستقبل الحقول التجريبية المزروعة بالأرز الهجين في مدغشقر، تلك الدولة الجزرية الجميلة الواقعة بنصف الكرة الجنوبي، موسم حصاد جديد. ترسخت السلالات المحصنة عالية الإنتاجية التي سافرت عبر البحار في أكثر من 20 دولة إفريقية، والتي زرعها بعناية الخبراء الفنيون الصينيون والمزارعون الأفارقة، وحققت إنجازات عظيمة في التغلب على الجوع. تشبه الصداقة بين الشعبين الصيني والإفريقي البذرة التي غيرت العالم، والتي تكافح للنمو نحو الشمس في قصص صغيرة وسعيدة. تتميز تنزانيا الواقعة على الساحل الشرقي لإفريقيا بخط ساحلي طويل وبمناظرها الطبيعية البديعة. أما جزيرة زنجبار الواقعة بها فهي موقع ساحر ومشهور لقضاء العطلات. يتابع الطبيب الصيني تيانكو سين عن كثب الآن تجهيزات إجراء جراحة طفيفة التوغل بمستشفى نزاموجا بجزيرة زنجبار. أجرى تيانكو شين هنا مئات العمليات الجراحية، لكن العملية التي ستجرى اليوم استثنائية جدا، حيث تعد أول جراحة طفيفة التوغل يجريها تلميذه بايا رشيد بصفته الطبيب الأساسي. يعمل بايا رشيد البالغ من العمر 53 عاماً في المستشفى منذ حوالي 30 عاماً، وقد درس باجتهاد ل10 أشهر لإجراء هذه الجراحة طفيفة التوغل. أكمل بايا رشيد أول عملية جراحية مستقلة لاستئصال المرارة بجراحة طفيفة التوغل في 1.5 ساعة، ليصبح ثاني طبيب في جزيرة زنجبار بتنزانيا يجري هذه الجراحة بشكل مستقل تحت إشراف الطبيب الصيني تيانكو شين الذي دربه. So we are so happy to have a Chinese team here. It helps us, it teaches us, it trains us to be good doctors to help our people here. على بعد 6000 كيلومتر تقع دولة غينيا الجميلة على ساحل إفريقيا الغربي، ويوجد بها مستشفى الصداقة الصينية الغينية الذي يعزز أحلام أجيال من الصينيين والغينيين. تعرض مهندس صيني فجأة لسكتة دماغية ويحتاج تدخلا طبيا عاجلا. على الطبيب إبراهيم سوري سواري المشارك في إنقاذه إجراء تصوير للأوعية الدماغية للمريض بأسرع ما يمكن. تلقى إبراهيم سوري سواري تدريبا في جراحة الأعصاب ل4 سنوات بمستشفى خواشن بالصين، وهذه أول مرة يجري فيها جراحة مستقلة لتصوير الأوعية بعد عودته إلى وطنه. بعد نجاح العملية شعر إبراهيم سوري سواري بسعادة غامرة وهرع لنقل هذا الخبر السار إلى أستاذه الصيني. أستاذي، أود إخبارك بأمر سار. أجريت هذا الأسبوع أول جراحة من تصوير الأوعية بالطرح الرقمي لمريض صيني في غينيا، وقد استعاد وعيه تماماً. تعاون الأطباء الصينيون والغينيون وأنقذوا حياة أخرى. تمثل حماية حيوات الناس صداقة تتناقلها أجيال من المبعوثين الأفارقة والصينيين لأكثر من نصف قرن. توافد أكثر من 20,000 من أعضاء الفرق الطبية الصينية إلى أراضي إفريقيا الشاسعة على مدار أكثر من 60 عاماً. وتنقلوا بين الصحاري والمروج والأدغال والجزر في استقبال شمس الصباح بالمحيط الهندي وبرفقة نسيم المحيط الأطلنطي، كما تعاونوا مع الأطقم الطبية المحلية في إنقاذ الأرواح وشفاء الجرحى، ورافقوهم في مكافحة الأوبئة المختلفة، تاركين قصصاً مؤثرة لا حصر لها من الحب اللامحدود. تعاونت الصين وإفريقيا في بناء 68 مستشفى و30 مركزاً للوقاية من الملاريا وعلاجها، وتدريب أكثر من 60,000 من أعضاء الفرق الطبية المحلية، مما وفر فرقاً طبية محترفة ثابتة. أصبح مبنى المقر الرئيسي للمراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها المبني حديثاً معلماً بارزاً بالضواحي الجنوبية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. استقبل جان كاسيا مدير المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها زواراً من جميع أنحاء العالم. And we believe that this building is playing a key role. We have the Public Health Emergency Operations Center, one of the largest ones in the world, where we are also providing trainings and support to all of our member states. بصفته مشروعاً رمزياً لدعم الصين للتنمية المتكاملة الإفريقية والبناء المشترك لمجتمع عالمي للصحة، سيساعد المقر الجديد العصري للمراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها الدول الإفريقية بفعالية في تعزيز قدراتها على تشخيص الأمراض ورصدها ومواجهة الأوبئة. يربط مقر المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بشكل وثيق الأطباء والمرضى وتطلعات القارة بأكملها فيما يتعلق بالصحة، ليمثل منعطفاً محورياً في البناء المشترك لمجتمع صحي تشترك الصين وإفريقيا في بنائه. وفي نفس العام الذي شيد فيه مبنى المقر الرئيسي، أقيم مصنع حديث للكواشف التشخيصية في شرق إفريقيا وبدأ تشغيله. حققت قدرة إفريقيا على مواجهة الأوبئة بصورة مستقلة ثماراً أولية في خضم تعاونها الوثيق مع شركائه. So here is where we do secondary gowning because we are entering into production. This is important to us so that we avoid cross-contamination. The type of product that we put out is very... بصفتها مديرة الجودة، تتمثل مهمة ليديا اليومية في ضمان استيفاء جودة المنتجات للشروط، والتي ينتجها أول مصنع آلي للكواشف التشخيصية جنوب الصحراء الكبرى. So when it comes to the production of IVDs, the RDTs, the requirements are quite stringent. I had to work with Wonfo, our China partners, in implementing through technology transfer. تشغل أوغندا الملقبة بلؤلؤة إفريقيا مساحة قدرها 240 ألف كيلومتر مربع، ويقطنها أكثر من 40 مليون نسمة، لكن قطاعها الصحي يحتاج سنوياً منتجات تشخيص طبية بقيمة 200 مليون دولار، وحتى مع دعم كافة الجهات يظل هناك عجز قيمته 83 مليون دولار. Uganda is going through epidemic transition. Previously, we had very high burden of infectious diseases, which were almost contributing to over 60% of the burden, which are really contributing the big burden of ill health in the country. وللتغلب على هذه المعضلة، أطلقت الحكومة الأوغندية مبادرة دعم المنتج المحلي لبناء الوطن، بهدف تعزيز التنمية المستقلة للتصنيع المحلي وتحفيز الاستهلاك المحلي. وفي هذا الصدد كان من المقدر أن يظهر مصنع أوغندا للكواشف التشخيصية، بينما تضمن ليديا الإنتاج عالي الجودة لكواشف مايكروهيم ساينتيفيكس التشخيصية. سيجري مدير مختبر أوغندا الوطني للصحة العامة البروفيسور إسحاق سافانيا اختبارات لفعالية الكواشف التشخيصية التي ينتجها المصنع، وتعد هذه خطوة مهمة في الترويج للكواشف التشخيصية السريعة بجميع أنحاء أوغندا. And the tests that we are already getting out of them are of good quality, and we know that this plant in Uganda will go a long way to support the countries that are surrounding. It's a big relief that we are moving towards diagnostic independence, but when we're having local production, local manufacturing, it means that we are saving and we are providing diagnostics at a cheaper cost. One is Microheme Scientific that has been manufactured in Uganda with the technology transfer from Wonfo in China. قدمت شركة صينية للطب الحيوي دعماً تقنياً كاملاً للمصنع. يوفر التعاون المثمر بين الجانبين للدولة تكاليف الاستيراد السنوي لصناديق الكواشف التشخيصية بمقدار 100 مليون دولار، كما سيقدم لكافة البلدان الإفريقية كواشف تشخيصية عالية الجودة ومنخفضة التكلفة. من البناء المشترك لقطاع الخدمات الصحية والطبية وحتى التعاون في ترسيخ الصناعات الصحية الطبية بإفريقيا، شارك الجميع سواء كانوا مرضى أو أطباء، مؤسسات خاصة أو حكومية في بناء مجتمع صحي صيني إفريقي، وهم أيضاً أكبر المستفيدين منه. ولبناء إفريقيا يتمتع كافة أبنائها بالصحة، مد الشعبان الصيني والإفريقي أواصر صداقة عميقة مبنية على النوايا الحسنة. يعيش ليو تشين على ضفاف النهر الأصفر منذ ولادته، وبالرغم من أن أبناءه يريدون أخذه معهم إلى المدينة، فإنه يعود إلى هنا دائماً للتمشية. عندما رأى المكان هنا يتحول إلى صحراء تدريجياً، كان عليه أن يختار بين البقاء أو الرحيل، ولم يكن من السهل عليه التخلي عن ذكرياته الجميلة هنا. وفي رواندا البعيدة واجه الشاب ليونيداس أيضاً معضلة في السابق. My mother is in agriculture, so he don't have enough means for helping us. At that time, I struggle for paying the school fees at university, at the same time looking how I can help my brothers and sisters. وفر العمل بالزراعة بالكاد تكاليف المأكل والملبس للأسرة في ظل تدني مستوى التنمية الزراعية المحلية. بعدما عانى ليونيداس ليكمل دراسته الجامعية، لم يعثر على الوظيفة التي يحلم بها، فتلاشت آماله في تحسين مستوى معيشة أسرته. ولم يكن من المتوقع أن موطن العجوز الصيني ومستقبل هذا الشاب الأفريقي سيتغير جذرياً بفضل أعشاب جينزاو التي يزرعها الخبير الزراعي الصيني والبروفيسور لين جانسي. في عام 2011 قاد البروفيسور لين جانسي فريقاً لتقنية جينزاو متجهاً إلى رواندا، حيث بدأ مشروعاً للسيطرة على تآكل التربة وحماية الرقعة الزراعية، كما عزز فريقه تقنية زراعة الفطر من خلال أعشاب جينزاو بين المزارعين المحليين. وقد ساعدت هذه التقنية في السابق العديد من المزارعين الصينيين في التغلب على الفقر، كما جددت آمال ليونيداس. I go back for looking at them, so I start to learn more about the technology. I start a business for producing mushroom using ginkgo. بعد 10 سنوات من العمل الدؤوب، غيرت أعشاب جينزاو هذه مصير ليونيداس تغييراً جذرياً. We have a house to live. We have a transport means. We have my kids, my 4 daughters. 2 of them they are in secondary school now, so they from the starting they studied in the high school. تغلب العديد من الأسر الريفية أمثال أسرة ليونيداس على الفقر بفضل أعشاب جينزاو هذه، وتستمتع حالياً بحياة جديدة سعيدة. واليوم انتشرت تقنية الجينتساو الصينية في العديد من البلدان الإفريقية، وأنشأت فرق الخبراء الصينيين قواعد لعرض هذه التقنية والتدريب عليها في جمهورية إفريقيا الوسطى وسبع دول إفريقية أخرى. أصبحت أعشاب جينتساو أعشاباً للسعادة، بعدما ساعد المزارعين الأفارقة في التغلب على الفقر وتحقيق الثروة. حقق الفريق التقني بقيادة البروفيسور نينجانتسي في رواندا نجاحاً في مشروع السيطرة على تآكل التربة، وعادوا إلى الصين بتجربتهم الناجحة وبدأوا في دراسة الاستعانة بأعشاب جينتساو للسيطرة على ظاهرة فقدان الرمال. التقى فريق القاعدة التجريبية للإدارة الإيكولوجية لأعشاب جينتساو بالنهر الأصفر هنا بالعجوز ليو تسين القلق بشأن تصحر موطنه، وقرر الفريق إعطاء الأولوية لأعمال تثبيت الرمال الساحلية. بفضل هذه الخطة متعددة المزايا لم يعد ليو تسين قلقاً، حيث بدأت أعشاب جينتساو تتشعب، فتلاشى قلقه بشأن توفير الأعلاف لخرافه في الشتاء. فاح عبق أعشاب السعادة هذه بعيداً، وها هو هذا الشاب الإفريقي يخطط لمستقبل أعظم بعدما تلاشت حيرته. تشهد مدرسة جبل كابويا برواندا موسم تخرج جديداً، فانشغل ليونيداس الآن في التجهيز لحفل التخرج، وبجانب عمله مديراً لشركة الفطر هذه، فإنه يتولى منصب مدير هذه المدرسة، ويرغب في تمهيد طريق مشرق لمستقبل رواندا من خلال جهوده الذاتية. إن مشاريع تحسين سبل العيش الصغيرة والفعالة بأعدادها الهائلة التي تعاونت فيها الصين وإفريقيا قد حققت الاكتفاء الذاتي للشعوب من الغذاء، كما نمت التطلعات السامية لإثرائهم في حياتهم ونفوسهم. غرست بذور الصداقة في تربة تغذي الآمال، ليكتب المحصول الزراعي قصة جميلة سعيدة وخالدة. تدرس كابين دينو كوازي بريتي القادمة من جنوب إفريقيا في نانجين، وتحب الأجواء الثقافية بمعبد كونفوشيوس، كما تعشق المنتجات التقنية الموجودة بكل أنحاء الصين والتي تمد الناس بتجارب جديدة. جذبت هذه الآلة التي تصنع وتبيع المثلجات انتباها كابين دينو كوازي بريتي التي تدرس تقنيات الهندسة الميكانيكية والإلكترونية. كابين دينو كوازي بريتي من جنوب إفريقيا الواقعة في أقصى جنوب القارة الإفريقية، وقد جعلت عقلية التناغم مع التباين من جنوب إفريقيا دولة متنوعة عرقية يحتذى بها. وبصفتها ثاني أكبر اقتصاد بإفريقيا، فإنها تركز على قضية تعليم المهارات التقنية للشباب وتدريبهم عليها في ظل خطة التنمية الوطنية لعام 2030. وتتطلع إلى إعداد المزيد من الكوادر لتنمية اقتصادية قوية. في عام 2018 وقعت الحكومتان الصينية والجنوب إفريقية على برنامج تدريبي كلفت هيئة التعليم والتدريب بجنوب إفريقيا من خلاله 6 جامعات صينية لتدريب 100 معلم للمدارس المتوسطة الحكومية بجنوب إفريقيا. وبصفتها عضوة في البعثة الحكومية التي أرسلتها جنوب إفريقيا ستدرس كابين دينو كوازي بريتي في الصين لمدة 18 شهراً. When I got this opportunity, I was very excited because China is best known as popular in technology. So. بعد انتهاء دراستهم بالصين ستعود كابين دينو كوازي بريتي وزملاؤها إلى جنوب إفريقيا المفعمة بالآمال لتزويد المزيد من الشباب الواعدين بالمعارف والمهارات التقنية التي تعلموها وكذلك تطلعاتهم المستقبلية وإضاءة شعلة أحلامهم ببناء وطن جديد مزدهر بأيديهم. فرانكلين هو أستاذ في ورشة لوبان بجامعة ماتشاكوس في كينيا، واليوم سيقود الطلاب لإجراء اختبار مهم. بعدما ظل مؤخراً يرشدهم لتطوير تطبيق يساعد المكفوفين على السفر. We do collaborate a lot, and our students were motivated to want to assist the students who study at the School for the Blind, and they came up with the application. ولمساعدة الدول الإفريقية على تدريب كوادر متخصصة يحتاجها مجال التصنيع، أتت العديد من مؤسسات التعليم العالي المهنية الصينية إلى إفريقيا لتنفيذ برامج تدريبية. ويعد فرانكلين من أوائل المعلمين الذين تلقوا تدريباً. The university adopted the engineering practice innovation project initiative through the Luban workshop, and we have seen a positive impact in how our lecturers deliver content, especially engineering students are now able to tailor their projects or rather research to the current industry standards. ازدهر التعاون الصيني الإفريقي في مجال التعليم المهني في ظل البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق وغيره من الآليات، كما ساعد إنشاء أكثر من 10 ورش لوبان عشرات الآلاف من الشباب الأفارقة في تحديد مسارهم المهني. قدمت الصين العديد من المنح الدراسية المتخصصة لدعم الشباب الأفارقة المتفوقين للدراسة في الصين، كما دربت أكثر من 10,000 معلم إفريقي. وبفضل ازدهار التعاون الصيني الإفريقي عثر عدد لا حصر له من الشباب الأفارقة ذوي الطموح على مسار حياتهم وحققوا أحلامهم ليواصلوا توارث الصداقة الصينية الإفريقية المستدامة. في صباح كل يوم يركض ماكس يولاندو من دولة ساحل العاج الواقعة في غرب إفريقيا مع مجموعة من طلاب المدارس الابتدائية المحليين في شوارع زامبيا، ولديه اسم صيني أيضاً يدعى يامين. سيصطحب هذا العام الطلاب للذهاب إلى الصين والمشاركة في فعالية عالمية لتبادل خبرات الكونغ فو، ويأمل أن يستعرضوا كل مهارات الكونغ فو التي تعلموها وأن يستوعبوا الأبعاد الثقافية للكونغ فو الصيني. في 12 من يوليو عام 2024 تجمع بجبل سونشان بمقاطعة خونان أكثر من 100 متنافس من 47 دولة ومنطقة حول العالم ليتحقق أخيراً حلم يامين وطلابه بالقدوم إلى الصين مهد الكونغ فو. Because it's amazing, and if you look at the competition, there's so many people from all over the world. Kung Fu unites the world. I think it's great. It's very important. Yeah, I'm glad that they opened the gates for everybody. إنها مسابقة ولقاء جماعي أيضاً. عزز الكونغ فو الصداقات بين هؤلاء الزوار من جميع أنحاء العالم، فتعرفوا على الثقافة الصينية المتسامحة التي تستعين بالقوة لتحقيق السلام، فأثارت صداً عميقاً في نفوسهم يتخطى حواجز اللغة واللون والحدود. تعد بحيرة خوخاي ببكين المعروفة ببحيرة الثقافة مكاناً حيوياً للتبادلات الثقافية منذ أسرة يوان، واليوم تحولت إلى منصة لتبادل العناصر الثقافية العصرية المتنوعة. تؤدي فرقة شعبية للطبول الإفريقية عروضاً على ضفاف بحيرة خوخاي كل أربعاء وسبت. أصبحت الفرقة الشعبية للطبول الإفريقية هذه معلماً جذاباً بجوار بحيرة خوخاي، يحرر قارعو الطبول أنفسهم خلال تدفق الموسيقى ناقلين هذا الشعور إلى الزوار الملتفين حولهم. هذا هو سحر التبادلات الثقافية النابع من الشغف الخالص تجاه كل الأشياء الجميلة. تقام صداقات الدول على أساس تقارب الشعوب الذي يكمن في تواصل القلوب. يتجه الشعبان الصيني والإفريقي نحو الوحدة، وينطلق هذا من التقدير المتبادل النابع من القلب بما يحقق تطلعات مشتركة نحو حياة كريمة وتوقا إلى الصحة والسعادة وتحقيق الأحلام. مدت شجرة الصداقة الصينية الإفريقية جذورها في قلوب الشعبين لتزهر ورودا زاهية للصداقة.